وين بدي روح؟ وين بدي روح يا بنت عم خال ابن عم جدي؟ روح على جهنم. لك يا عمي كثير تسرع بكره. بدي اكسر رقبتك وريح الجيران مثلك خذ بلادك وكلها. بدكين الله يبتغي. يا عالم يا ناس الحقوني دخيلكم. يا فندم يا فندم يا فندم يا فندم يا حضرة الشرطة يا حضرة الشرطة. نعم شوفي في جيران بالحي عم يضربوا بعض بس سمع صوتهم. هيدا عم يشغلنا بل قتلوا بعض ساعتها عم بيصير شغلنا. طيب لحق خلصنا قبل ما يقتلوا بعض. روح على شرطة سامي اسمع انت بلكي بتخلصهم حرام. طولي بالك بنعرف بأي شقة عم يتخانقوا. إذا ما بدك تظهر أنا بفرجيك خاف خاف. لشغلتي مجنونة؟ ليك 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 إذا بترجع لهون إجريك بدي كسره التكسير خاف. أي أي ولك رح بتزتيني تيابي على الطريق ولك إن شاء الله بتزتوك بزورة البلدية يا ختيارة يا كركوبة. وبعدك عم تحكي يا صفصعة. طولي بالك يا خالتي طولي بالك. لك اتركها هيدي تايسي ما بتعرفها هي من عائلتنا بعرفها. من عائلتك خاف. بتطولي بالك يا بتطولي بالك. هربوا شباب هربوا بلشت حرب المي. مبسوطه تلحقتوا تلحقتوا انا اتحممت. نعيما ينعم عليك عشبك يصير في هيك. هو لو بيعرف المي اللي كبت عليه مي شو كان بيطلع بيقتلها. مي شو مي غسيل؟ يا ريت مي شطف. مي شطف بدي اطلع اقتلها. مش طالع لك شو بدك فيه؟ اتركيه خليه يطلع يقتلها بلكي بخلص لي حقي. ليش انت بخلص حقك منها؟ انا غير الله ما بخلص لي حقي منها. روح تشك علي وانا بحكم شو صارت. انا بشهد معك شو عملت فيك. لمين بدي اشكى؟ للشرطي مشافوا رايح جاي قدامك؟ صار لي 5 سنين بتشك عليها، كل جمعة بتشك عليها، بحققوا معها لإلها وبيحسوني لإلي. ليه بحققوا معها لإلها وبيحسوك لإلك؟ لأنها ست. ونحن بالعالم التالي دائما الست على حظ. انت بعدك هون خوف. جمي بلشت حرب الصحون الطائرة هربوا. خلصينا خلينا نهرب. لحظة 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 لحظة. ايه؟ ايه؟ إذا هربنا بتزعل شيء؟ لا ليه بدي ازعل؟ روحوا هربوا. وأنت؟ شو بدي؟ أنا بتخاف علي. أنا بخلص حالي، إجت الدولة هلا بتخلص لي حقي. أهلاً يا أفندي، يا أهلاً. يا أهلاً يا أفندي، يا أهلاً يا أفندي. يا أهلاً. الله بعتك حتى تخلص لي حقي. مين زادت زينته بالطريق العام؟ زبالة؟ هلا أنت شايفهم زبالة؟ الله يسامحك، هدول ثيابي. ثيابك؟ ما على الطريق؟ اسمح لي بهويتك. بدو الهوية؟ لا لا مستغل طريق المدينة، مبسط ثيابك عليها وعم بتبيعهم. ببيع ثياب؟ حدا ببيع ثيابه يا فندي؟ وشو بثبت لي انه هو ثيابك؟ ما كله على قياسي، بلبسه حتى فرجيه. طيب جايب ثيابك على الطريق؟ ما هيدا المجنون يغرس 3 ايام من الشباك وانا دشرتني من الباب. ليه تكبتك انت وثيابك من الباب؟ بس قلي الذوق. انت ساكن عندها؟ لك لا ما انا بقربها ما هي قريبتنا، ما هي بتكون بنت عم ابن عم خال ابن عم جدي. تقربك ودشرتك؟ شفت كيف؟ تقربني لانه كنت زيرها ودشرتني. وامتى زرتها؟ زرتها من شي 5 سنين. ما فهمت. صار لك ما زرتها 5 سنين؟ لا صار لي بزيارتها 5 سنين. 5 سنين زيارة واحدة؟ الله لا يجعلك تزور حدا. ليه؟ ليه يا فندي؟ ما هي لأنه كبيرة العائلة وختيارة خرفانة صايرة. كل يوم عند عشية إلا خلص زيارتي لازم بروح. بتقول لي لا لا اوعى تروح بزعل منك، خليك هون. ثاني يوم عند بكرة تنسى شو قلت لي. قلت لي لا، شو بعدك عم تعمل هون؟ قولي افرقة. وأنت مستمر بزيارتك. لك حرام ما هي كبيرة العائلة أنت شو؟ تمشي على عقليتها أنا. خرفانة حرام. افندي بركي بتعمل لي هيك شي عمل انساني وبتطلع معي بتصلحني انا وياها مشان تخليني عندك. بتعمل لها زياره؟ يعني بس كم سنه بس لحتى الاقي هيك محل اسكن فيه. كم سنه؟ روح دور لك على غير بيت وخلى عنا بقى. يا افندي بركي هيك فيني اشوفك شوي، فيني زورك هيك احكي. اوعى جرب تزورني، اجنب كسر لك اياهم. وهيك هي قالت لي كمان. معها جاي زورها قعد 5 سنين. لم اغراضك على الارض وفكر من وين تشوف، يلا. بامرك بامرك. يعني هذا اللي ايده بالنار مش مثل اللي ايده بالمي. ما حدا مفكر بحدا بالغنية، ما حدا مفكر بحدا. احسن شيء الواحد يفكر هو بحاله بس. ها لقيتها. على حبلين يوم بالليل ولك يا اهلا
شكرا نقله. اهلا اهلا اهلا. نقدر نقعد؟ ايوه لو اهلا وسهلا فيكي بالفيلا. كيف صحتك؟ يا اهلا وسهلا. ما شاء الله مبسوط عنا بهالحال. والله الحمد لله. بتعرفي كيف لقيته؟ هذا اول يوم بعدين. انت وين سكنين هون؟ احنا هون بيتي بهالاول هون. اها بالشارع هيدا؟ هيدا اول بنايه بهالطابق هون. أنا رأيي تركي أول طابق وتقعدي حتى منا هون بسطي حولي هيك أحلى. مين قالك ما بتمنى يا شرفي؟ إيه والله بتمنى. شو بتشتغلي حضرتك؟ أنا بألف أغاني. شو؟ إيه شو آخر أغنية؟ سمع شي. شو ألفتي؟ في أغنية هيك مطبقين علينا. إيه قولي قولي. بيقولوا لي إنه جوزي مضايق من غنيها ولا لا؟ أوكي بتغني كمان؟ إيه بقدر غنيها شوي. إيه يلا شو عم بغنوا أحسن مني؟ قولي. بقولوا صوتي حلو. يلا. انا عم بشتغل يعني. يلا قولي يلا. جوزي مضايق من كرشي وكرشه اكبر من كرشي، شوفوا لي ملا مصيبي وكل ما اقول له حبيبي، وشوفوا لي ملا مصيبي كل ما اقول له حبيبي، وبيفطسني عالفرشي. شو رايك فيها؟ لا جربتها بدك تدري مستقبلك كويس. شو رايك بنروح على التلفزيون؟ انا هلا رايي تروح على الفرشه وبعدين التلفزيون. انت قلت لك يلا الله معك. الله معك جربتها. اهلا بالشباب. اهلا بالصبايا والشباب. تعالوا صاروا معنا. تعالوا ساكن على الطريق؟ ايه شو فيها؟ رجالك بالهند احسن منا؟ فحلوا مشاكلهم ازمه السكن من زمان وخلصوا من كل مشاكلهم. كيف لقوا حل؟ لقوا حل انه سكنوا بالارصفه، صاروا كل ما يتجوزوا يسكنوا على الرصيف، يجيهم ولد يربوا على الرصيف ليكبر يجوزوا ويسكنوا حدهم على الرصيف. معقول؟ وغير كذا حكى علينا الناس. لك ليش بدك تضحك الناس؟ بالاول بيضحكوا الناس، حدا بيسكن على الرصيف بيقولوا هيك، بعدين بيتعودوا، بعدين بصيروا بشجعوا بعضهم وبيجيبوا بعض. وبعد سنة بتلاقي نص البلد اجوا صاروا جيرانك. شو بك؟ شو رايك نسكن حدا؟ واهلي صرنا 5 سنين خاطبين، ما كنا نلاقي بيت بالاجار. تسمع مني؟ روح خلص معاملة الزواج وجيب وراقك انت وياها وطالع اعطيك هالارض استراتيجية اللي على الزاوية اللي هون. شو ارض كل العالم اللي عم تمرق عم تحط عين عليها. عرفت كيف؟ واسكنوا حدا، روح. انت قلت ماشي نخلص اوراقنا ونطمن اصحاب البيت انه لقينا بيت. روح. مثل المعطرين اللي مثلي ومثلك بعد إلهم غير الأرصفة. شو عم تعمل هون؟ أهلا بالشباب. أهلا. الفيلا ترحب بكم. فوتوا صاروا فوتوا. شو عم تعمل هون؟ واحد قاعد ببيته مرتاح عم يتفرج على التلفزيون. شو بكون عم يعمل؟ بيته؟ هون بيت؟ هيدي فيلا ولو ما بتقرا يا حي فيلا بوب. شو بك؟ وين السهم؟ لوين السهم؟ هي على الدوبلكس ليك لفوق دوبلكس. قوم مشي قدامي لشوف. لوين بلا؟ عالكراكون. شو مش عارف انه السكن هون بالشارع ممنوع؟ شو بكون هون ممنوع وعند عمتي ممنوع واللي مثله وين بيسكن خيي؟ يعني انا مسكنك ببيت خالتك. انا ما عندي خالي. ايه بس الدولة عندها. قوم جر قدامي. وانت ضب الاغراض كبر من هون. اذا حدا بمد ايده على اغراض وعفش الفيلا بحمله مسؤولية. هاي فيلا هاي؟ لك ايه فيلا ايه شو بقى يا حي ها؟ وهي السهم وهي الدوبلكس لفوق شو بقى؟ على كل حال كل واحد فيلته على قده ها؟ اصحابه خلصني. طول بالك يا فندي. يه روح شوف تاني. على الوقت يا عمرك. انا بسأل ضابط صوتي سوبرانو. شو يعني سوبرانو؟ يعني صوتي عالي. ايه هون صوت عالي ما في. شو فهمت؟ عمرك حبيبي ما تزعل انت ما تسم بدنك. روح وارتاح وانا ان شاء الله 60 عمري ما احكي ولا اشكي ولا ابكي. مرحبا شباب. شباب مرحبا. شو كمان منعيتهم تقولوا مرحبا؟ نحن ما حدا بيمنعنا. فتح عينك. ها انا مفتح عيني بس منعيني افتح تمي. شو هي جريمتك؟ ليش ضروري اللي بده يفوت لهون يكون عامل جريمه؟ جابوا لا. لو ما منعيني بس ارفع صوتي كنت عيطت له يجي يقصف عمرك ويفك رقبتك. ليش عطلان من علي؟ بس الرئيس عبده يسالك بجاوب على طول، مفهوم؟ حضرة الرئيس؟ طبعا. اتركوا. أنا بحكي معه وهو بيسمع الكلمة مثل الشاطر. أنا بسمع الكلمة على طول، بسمع الكلمة، أنا بسمع الكلمة المهذبة مثل كلمتك، بس مش مثل كلمة هيدا الواطي.
انت شو عامل لجيبوك لهون؟ اوهو شو بدك تقول عامل؟ ما عامل اشياء ما بتنعمل بشرف. انا بدك تقول جرايد، عفوا بردون دقيقه بتفزني، جرايد سلت فيي سنه بردون، عمل برهم سوا عارف كيف؟ على طول على طول العالم عم تقرا قصصي بالجريده، حتى ناس بتشوفني بالطريق بتقول لي برهم حل من مزيد. يعني شو عامل؟ قاتل؟ ضارب؟ سارق؟ شو عامل؟ فهمني. يعني هي بدك تقول عامل معركه، يعني ما 15 شخص لوحدهم. بتصدقوا له؟ بتصدق؟ وكيف ضربهم هون؟ يعني يعني كفين كفين على الماشي، عرفت كيف؟ وشو عامل غيره؟ عامل غيره قاتل سبعه بسكينه واحده. كيف؟ كيف؟ سكينه واحده؟ وحياتك سكينه واحده قتلت سبعه فيها. بركة رايح احضر فيلم سينما. فبتعرف عجقة السينما والناس تبقى واقفه مثل الطوابير هيك. وانا حربوق بالقصص بعجبك، يعني بعرف كيف زوري. تك 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 صفيت قدام دغري. بدي مد ايدي لقيت في سبع اشخاص واقفين قدامي، بعدوا لي شباب خليك بعيد، بعدوا لي شباب خليك بعيد، مرقوني شباب خليك بعيد، كلمه منهم كلمه منهم اخذت الكف وشيخه لواحد، قام سحب علي فرد. هو سحب علي الفرد، انا ما عم تذكر شيء. وبعدين شو عاد صار؟ ما مذكر، ما مذكر، بس ثاني يوم كتبت الجرايد سكين تقتل سبع اشخاص. بوس ايدك فهمني، كيف قتلت سبع اشخاص بسكينه وحده؟ ما فيها شيء، هينه لو، هينه بالمره. يعني انا لما رفع علي هداك الفرد بوجهي، انا المخيخ تبعي وقف، مش مخي، المخيخ وقف من غير ما من غير وعي من غير انتباه. اخذت لك هالسكينه، ما هي سحبت السكينه وعايشه معي العمر كله، اخذتها هيك مثل السهم صارت وين ما تشوف عدوي تفوت فيه، حتى روحت لك سبعه كلهم. عرفت كيف؟ ليك انت 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 شو عامل رئيس؟ انا؟ روح هيك ليه؟ روح هيك. شو عامل رئيس انت؟ انا قاتل مرتي. يعني قتلها؟ يعني قتلها يعني موتها؟ لا موتها عن جد؟ انا من اول رصاصه راحت. مش شو طلع؟ مين دفشني؟ مين دفشني شباب؟ ما حلو المزح. انه قتلها قتلها؟ عم بقول لك من اول رصاصه. الله يا ريت بعرفك هونيك، يا ريت بعرفك برا، كان في وحده بدي اياك تقتل لي اياها. ولو قتل سبع اشخاص وجاي تستنجد فيي تقتلك مرة، ليه ما فيك عليها؟ يعني بدك تقول هيدي يعني ما هي لانها مرة، يعني شو بدك تضحك علي الناس ويقولوا حطت عقله وعقل المرة وقتلها؟ مشان هيك ما حبيت اقتلها. عرف ليه؟ تعال هون. انت شو عامل انت؟ كماشوني عم بسرق محل. يا على عيونك، يا على عيونك. حرامي؟ حرامي؟ هيك وصيت الوالد، الله يرحمه. ليش وصاك الوالد؟ وصاني قال لي ليك يا ابني الله يرضى عليك افتح محل. ها. من يومتها ما خليت محل مسكر. يا على عيونك على القصة. من يومتها ما خليت محل مسكر؟ يعني هيك فهمت وصية الوالد؟ اللي حرق لي قلبي ايه؟ انه بعد لحد هلا ما عرفت شو بقصد. لهلا مش عارف شو بيقصد؟ لا. ولبيك بيقصد انه بس تكبر وتصير بني ادم تفتح محل تجاري مش تسرق محل تجاري. بتصدق؟ ايه. انا لهلا لا قدرت اعرف شو كان بيقصد الوالد. ايش؟ لهلا لفنتا، لهلا لفنتا، لهلا. بتعرف لشو ضربتك هلا؟ لشو ضربت؟ عشان بس تظهر بكره من هون تتذكر وصية بيك شو قال لك، فهمت؟ ولا كلمة. بو بدك بلاش عيدة خلص. انت عرفت المحلات اللي سرقتهم هذيك مرة بالليل شو عملوا فينا بالنهار؟ شو عملوا؟ سرقوا كل الشعب بالنهار. عن جد؟ ليعوضوا لكن شو؟ عن جد؟ مش رح يكف هلا؟ وقفوني، وقفوني، وقفوني. ابراهيم طيب. مين عم يضربني؟ يا ابراهيم ما عملت شيء والله. ما حدا ضربه. من شو؟ هذا الشرطي عم بعيط. تفضل معي. يعني افراج؟ رئيس؟ نشوفك برا ان شاء الله، ايه؟ ليه طالع؟ اكيد شو عيط لي لكن. رئيس ابراهيم، رئيس ابراهيم، لوين رايح؟ انا بس اطلع وين بشوفك؟ انت اذا شفتني بدي كسر اجريك، فهمت؟ لا يا برهوم. وقت اقعد حدا الرئيس، وقت اقعد حدك رئيس. طول بالك، ما هذا خيي زنده. شو بك؟ شو عم تحكي؟ لك ايه؟ هلا انت عبده، هذا خيك زنده؟ صحيح. ليه؟
هلا انا شو افراج ولا مقابله؟ في واحد عم بقول ابن عمتك. ابن عمتي؟ لك يا راجع شباب. موفق بروم. انا ممنونك يا ابن عمتي. شرفي لو منك يعني كنت قعدتي 10 سنين بالحبس. وانت كمان يا ابن خالي لازم تفهم شغلي، انا عندي شغل غيرك ماني فاضي بس لإلك. ايه ايه. ساعة كفالة لتطلع من الحبس. ايه. وساعة تركضني وراك لصالحك انت وعمتنا. ايه. وساعة ما بعرف شو، ما ايه. بصير هيك. مضبوط حق معك، ليك شو رأيك أنا بطريقة هيك تريحك وتريحني؟ يا ريت. بلكي كنت عامل لك طريقة أنت يعني هيك مع عمتنا، تحكي لك كلمة هيك ترجعني لعندها، بس لاقي شغل ولاقي لي سكن صغير بالضبط. بح. عمتنا بح. باعت بيتها وهاجرت لعند اختها على امريكا لتخلص من خلقتك. شو عم تحكي؟ ايه عمتها سافرت؟ سافر. يعني هلا انت تركتني هيك بالشارع مشرد؟ بالشارع مشرد؟ معك اعلى الشهادات روح اشتغل. وين بدي الاقي شغل بهالايام؟ بعدين وين في شغل حسب شهاداتي؟ هيدي حجه التنابل، اللي بده يشتغل بيشتغل، روح دور وفتش على شغل واشتغل. طيب عندي فكره، عندي فكره، لحظه، شغلني معك بالجريده. انا بكتب بصفحه برجك هذا اليوم، صحافي يعني. بصفحة الأوروسكوب. آه. بروح على بكرة. إيه؟ أبو ساعة بخلي شغلي وبرجع على البيت أو برجع بروح فتش على شغل كمان. الأوروسكوب. إيه. يا ابن عمتي. هاد الحل بإيدك. شو؟ سألي هالأوروسكوب، سألي هالكواكب، ليه أنا برجي واقف ما بيشتغل؟ ليش أنت من أي برج؟ أنا من التلو. برجي أنت شو؟ بشبه التلو؟ كثير. إيه بشبهه أنا. على كل انت حال أنت برج أي الحمل أنت شو أنت؟ ناسي. ناسي برج. شكلك بتنتاس. أو لا؟ شو برج؟ ما قرايب. برج الدلو هالفترة حظه عاطي. ليش؟ سألني ليش؟ ليه؟ ليه؟ لأنه في سبب اقتراب برج زحل من كوكب بالأحرى كوكب زحل من كوكب أورانوس. وكوكب المريخ من كوكب الشمس. شو عم تحكي؟ هلا كل شيء في كواكب اجتمعت ضدي لحتى أنا ما أشتغل؟ ترى شغلي انا ما بشتغل مشان الكواكب ما بخليني اشتغل. عال يعني اذا الابراج بتقول هيك بنقعد بالبيت ونبطل ندور على شغل؟ شو بنعمل يعني؟ وعدنا بيت بعد بقى ضلوا هون والبيت، صرنا مشردين بالشوارع. مزبوط والله. بعد ما هاجرت عمتنا وين بدك تقعد؟ طيب ليك انا اجتني فكره. شو؟ شو الفكره بس حلوه وهي بتوافق عليها. شو رايك انت؟ اسكن معك وين بيت؟ حبيبي، بحبها كثير انا بتعرف؟ مشان هيك. أنا عندي ما بريد حدا يسكن معي، شو رأيك؟ خلينا أصحاب وحبايب وقرايب. ليه حبيبي؟ بس هيك كم وقت يعني بس لحتى الاقي شغل واطلع بطلع دغري. والله قديش يعني وقت؟ يعني شي سنة أكثر شيء. شو؟ شو؟ كثير سنة؟ معلوم كثير. قريبة أنت بتقربني وأنا بقربك، ابن عمتي أنت. طيب بلاها سنة. كلكم تخافوا من السنة، بقعد شهر عندك. لا. قد ايه بدي اقعد؟ طيب جمع. أبدا. يا تقطع قد ايه بدي اقعد؟ ولا يوم. نعم؟ ابدا 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 ساعة ابدا الليلة. طيب هلا بروح بعمل معك زيارة، بتروق عندك وبضلني رايح. انا مشغول، بدي اروح على شغلي، ماني فاضي لك، يلا بالاذن. روق 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 شوي روق، وين بدك تروح؟ روق. ليك شو؟ لإلي معك، كم ألف جيت لك من الكفيلة. بعد الكفالة اللي دفعتني إياها لطلعك بالحبس، خليت لي قرش بجيبتي زيح. لا ما في عطقتك شو انت؟ يعني هيك من بيت من بين القرايب. عم خلص زحت اوكي فرجيها جريده جديده. ايه لا عم شنو انت؟ روق. صحيح مثل ما تقول المثل قالوا القرايب عقارب. يي نسيت شنطه ثيابي بالحبس ابن عمتي. ابن عمتي روق وصلني على الحبس لاجيب شنطه ثيابي. قطيعه روح. عم مشوي روح على السيارة. عم كلها كاتبين لك عليها اغسلني من فضلك. عم شو نوتي عم وين الحبل؟ أهلاً أهلاً حبيب قلبي. قد ايه صار ما شفتك؟ كيف؟ اي والله اشتقت لك. ولك اشتقت فصفص عظامك. ليه بشرفك؟ بشرفك ما حرام تقبل عني هالقد؟ ليه ما حرام؟ اخ مع مين عم تحكي؟ عم بحكي مع الفروج المحمر، مع الدجاج اللي عم تقلب على النار، وكيف ما قلبت عم بقلب معه وعم تصير نار مثلها.
حضرتك مين؟ أنا؟ إيه الشحات. كنت جاي مشان أطلب منك حزنة. بدك مني حزنة؟ ما شايفني كيف عم بتغزل بالفروج من بعيد لبعيد؟ معقول؟ ولو شاب طويل عريض مثلك، شاب مثل طربون الحبق. ايه ما هو حق الدجاجة بشوية؟ وحياتك ولا حق البيضة اللي بتبيضك. بسيطة. شو هادو؟ ها بشتري الدجاجة بشوية ما تخليها بعينك. انت اللي عم تعطيني؟ شو فيها؟ الناس وبعضها. معقول؟ معقول شحاد ويشحد؟ ما تستغرب. ليك يا ابني ما تخاف الا من ثلاث شغلات. الدهر اذا قلب، والضعيف اذا غلب، وابن العز اذا طلب. فك انت شحاد؟ انت فيلسوف؟ شحاد بعيرة والغفرة. لك يا عمي ما حدا بيحن على الفقير الا الفقير. يا معلم مرحبا. اهلا. الله خليك بليلي، عندك شي فروج هيك يشبي على جمعه؟ بدك تاخده معك او بدك تاكله هون؟ لا بدي اكله هون. ولك بدي فضفض عظامه قدامك. ايه تفضل عظامه. ممنون عينك بسرعه. بحبك قد عنيا والقلب بحبك فات. سلامات سلام. وين ما في كلينكس؟ يا كلب. لا 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 يا كلب يا كلب. لا يا كلب على العملة. شو بك؟ بس شو بك؟ ما شفت الكلب خطف الفروج وهرب؟ ما تزعل رزقته. والله ما لا رزقته الا بفروجي. ما تزعل اطلب غيره. ما تزعل على حسابك. لا على حسابك انت. انا شو خصني؟ انت صاحب المحل والكلب خطف الفروج من قلب محلك، يعني انت المسؤول. لا انت استلمته وصار بين ايديك، بس انت ما عرفتش تحافظ عليه. لي علي وعلى حظي ولي علي وعلى حظي. وصلت اللقمه للتم وهربت. على كل حال رح بلحق الكلب، ولو بده يقولوا حطوا راسه براس كلب. يلا حبيبي يلا قوم انتحر وخلص الناس منك. لا لك حظ ولا لك مركز بالمجتمع. لك الكلب، الكلب دور على اكله لقاه، وانت ما قادر تلاقي لقمه تاكلها. احسن من يتهموا حدا بدفشك او بقتلك. انا الموقع اعلاه بوب الطيب اعلمكم انني قد انتحرت تخلصا من فقري وقلة حظي. ملاحظة، سلامي الى اصدقائي وأهلي جميعا وجميع من علمني وحملني أهم الشهادات العالية في زمن
لم تعد فيه شهادة تشتري ربطة فجل. ربطة فجل. معك أهم الشهادات، مش هيك؟ استغلهم، بتلاقي شغل، بتعيش أحسن الناس. وين في شغل؟ كيف وين في شغل؟ البلد مليان شغل. دورت، تعبت وأنا عم بدور، ما لقيت، ما لقيت ولا وظيفة بتناسب شهاداتي. أحسن المحامي أو المهندس أو موظف كبير. أكيد عم تمزح. لا، عم بحكي جد. مع غرفة سكن له، شو هي؟ بين هالشغلة ما اعترضت عليها. بالعكس، هي الشغلة عجبتني. عجبتني الوظيفة لأنه فيها أوضة، والأوضة هي مشكلتي. شفت اللي بدور بلاقي؟ عن إذنك بس لحتى أعجل وروح قبل ما حدا ياخذ الوظيفة ويحتل الأوضة، عن إذنك. انت وين اشتغلت شوفار؟ كنت اشتغل على الكاميون وإلي 10 سنين. فوق هيدا وكله معي 3 مارك. وانت اشتغلت شوفار؟ انا كان عندي تاكسي شغلها بالبلد. بس كل يوم كنت اتخانق انا وبوليس السير. فتعبت، بعت السياره العمومي، قلت له روح شوف لي شي شغله شوفير خصوصي اريح واربح. وحضرتك وين اشتغلت شوفار؟ أنا ما اشتغلت شوفار. وهيدي أول مرة بتفكر تشتغل شوفار؟ يعني مثلا بدك تقولي إنه أنا يعني أنا خريج جامعة أساساً ومعي أهم الشهادات. برم بالبلد يعني، بس حتى لاقي شغلة بس يعني تتناسب مع شهاداتي. قلت لي بعدين قلت يا صاحبي اشتغل شوفار، الشغل مش عيب. برافو، بالفعل الشغل مش عيب. والوظيفة إلك، مبروك. ليه؟ وانتو ان شاء الله بمره تانية اذا اعتزنا شوفار للشركه نبقى بنبعث وراكم. الف مبروك. الله شكرا. سعيد لك. شكرا، عذبناكم. مبروك. الله معكم. سعاد. نعم. وصلي الشوفار على غرفته بالجنينه. الاسم الكريم؟ بوب. بوب سعاد رح توصلك على غرفتك وتطلب لك الخياط ليفصل لك بدله للسواقه. نعم ستنا. بس انا يعني بحب البس سبور، ما بحب البدله الرسميه. السبور لبيتك، بس للشغلة البدلة الرسمية ضروري. حاضر ستنا. سعاد مثل ما قلت لك، تفضلوا. حاضر. تفضل. ليك ما فيك تقنعي يا ست انه بلاها البدلة الرسمية لأنه أنا بحب السبور. لا. لا. بس لأنه أنا بشوي، بشتي بشوي، هلا مش واقف حدك أنا حموت من الشوي. ظاهر إنك ما بتفهم. أوامر الست لازم تضيع. وإلا الشوفرية بعدهم برا، بعيط لهم ومنقي غيرك. لا لا لا، شو تعيطي لهم تعذبي؟ بنلبس بدلة. أنا اللي بتبدلي أحسن بالبدلة، بيبقى واحد له هيبة، وأنا إن شاء الله عمري ما بورد. عرفتك مش علي؟ ولا شيء. برافو. تفضلي. الهيئة أنك تسمع الكلمة. نعم. تفضل. أنا بأمر الست وسكرتيرة الست. تفضلي. هي ما في أحلى من البيت اللي كله أمن وأمان، خاصة إذا كان مليان نسوان. أوه. آه. تفضل. اهلا. مرحبا. اهلا. تفضل. شكرا. اهلا وسهلا. اهلين. بس نسيت الاسم، الاسم الكريم. محسوبك الجنينات يا ابو خليل. اهلا وسهلا يا ابو خليل. أهلين. محسوبك بوب. تشرفنا. واسمح لي اعرفك على العائلة. هون عائلتنا. عائلتنا يا حي. ايه. هيدي الماما وخطيبة. لا. ايه.
وهيدا البابا وخطيبته. ياه. ايه. وبعد الزواج هم الماما والبابا. هي البابا هي الماما. حضور اي واحد. هاي. كيف عرفت انه هيدا البابا؟ شعر طويل مش متعصي. صح. اهلا ابو خليل. اهلين اهلين. اهلا. تفضل تفضل. شكرا. ابو خليل. مبروك الوظيفة يا بيي. الله يخليك طول عمرك. فيني اسألك هيك سؤال؟ تفضل. بتعرف أنا يعني أول مرة أنا بشتغل عن جماعة. إيه نعم. مثل أفضل الست يعني وكرامات. إيه. إيه. يعني بس بحب هيك قبل ما أشتغل أعرف مثلا شو طباعها. يعني الست شو بتحب؟ شو بتكره؟ مشان حتى يعني هيك أشتغل مثل ما هني بحبوا حتى يرتاحوا وريحوا. عمي بالله إدمي أنت. طول عمرك. مزوي. الست كثير طيبة ما في أحسن منها بس عندها مزاج خاص. ان شاء الله مزاجهم يكون قالب على بخر. لا بالعكس ما في اكرم منها. واذا هيك لك اهلين. شو يعني هيك اذا هيك؟ يعني ايدها كريمه. ايه كريمه كثير. ايه برافو. في اكرم منها. طيب ليك شو علتها لك انت؟ علتها انه عندها مزاج خاص. شو يعني مزاجها؟ يعني بتحب الابراج. بتحب الابراج؟ ايه. يعني شو يعني معلقة بالأبراج؟ يعني معلقة ببرج المر ولا ببرج رزق؟ لا برج عمود. لا أصلي بتحب كتب الأبراج. وشو بينكتب عن برجها يعني بهالمجلات وبالصحف بتسب. شي؟ إيه. يعني بتحب الأوروسكوب؟ يعني ما بعرف شو اسمها بس شو بينكتب عنها بهالصحف والمجلات عن البرج؟ إيه. بتلاقي مزاجها هيك إذا انكتبوا أنت اليوم سعيدة. تلاقيها سعيدة. وإذا كتبوا لها يعني مزاجك اليوم معكر. الله يساعد اللي بيطلع بوجهها وبيقول لها صباح الخير. لا 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 على هالشغلة. يعني هيك طبيعتها هي ومزاجها هيك. إيه نعم. يعني حسب ما بيكتبوا لها بالأبراج هي بتصدق. إيه. يعني نحن بدنا نتعامل معها مثل ما بيكتبوا لها ببرجها. أحسن لأنه بتضمن مصلحتك. طيب أهلك أبو خليل. إيه. هي مع مين عايشة هون بالبيت؟ مجوزة عندها أولاد؟ لا 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 عايشة مع أبوها. لأنه جوزها بعيد عنك مات من سنتين. ومن وقتها تعقدت وصارت تصدق الأبراج. وشو بيقولوا الأبراج؟ يا حطيري أرملة. إيه. حرام حرام. حلوة بس صغيرة بعد. إيه بعدها صغيرة. دخلك أبوها 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 كمان هيك مثلها يعني بحب الأبراج؟ لا أبوها كثير منيح وقلبه طيب. بس مسرسب بالامراض. يعني بدي اقول لك اذا بتعطس قدامه نعم. بيبعت بيجيب الدكتور يفحصك والجمعه سبعة ايام ما بخليك تفوت على الفيل. يا عين وكيف بدنا نشتغل مع هيك جماعه اذا البي مسرسب والبنت مزاجيه؟ انت حظك. اخ واذا قصه معلقه بالحظ لكن حطير بكره لانه انا ما عندي حظ. يا الله يا شيخ خلي نيتك صافيه وبلا يهمك. يلا الله 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 معك. نسيتني شو كنت جاي بدي منك. كنت جايبك تقول لي مبروك على الوظيفه. لا لا كنت جاي بدي اقول لك تطلع تشوف الحجر الصحي كان عم يسال عنك. الحجر الصحي الاستاذ عصام ابوها للست. معك بالصالون. وضروري كثير ضروري. انت ما بدك تتسبب طبعا بالوظيفه. ما بدك تتسبب طبعا. اذا ما معك ورقه من الاستاذ عصام بتثبت انك خالي من الامراض لا بتتوظف ولا بتتسبب. طيب الله يكون معك. يلا الله معك. سلام. الله معك. هلا بلحقك طالع. يا رب يا رب انت ادرى بالحال وانا معدوم الحال. عفوا. حاضر. البيت هون في نظام. طيب انا شو عملت غلط؟ كيف شو عملت غلط؟ كنت حرقت الجرس مره ثانيه بدي دقه وحده. طيب بلكي مقطوع الكهرباء. ايه تنقر نقره صغيره على الباب. يعني نظامكم هون دقه فنقره. صح. وهلا بضلك واقف هون بنص الصالون لينزل الاستاذ عصام. بس شو عم تعمل؟ بعدني عم اقول لك وقف بنص الصالون. بركي تاخر الاستاذ عصام ضل واقف هون. ايه بضلك واقف هون. حاضر. توقف المي بزلعيمك يا عيونك ما اساليك. شو هاي؟ ذهب؟ يا عيني شو هالبيت شو هالعز. حضرتك استاذ عصام. شو
تاني مرة أنا بسأل بس مش أنت. تفضل يلا سأل أنا جاهز. أنت أنا شوفير، أنا شوفير جديد توظف هون يومين، ولحضرتكم وافقتوا على قبولي بالوظيفة الجديدة. الله يخليكم ويطول عمركم، خلينا إياكم. شو هيدا كله جواب ولا تاريخ حياتك؟ لا إنه هيدا جواب. إيه؟ بس الجواب بيكون مختصر. أنا سألتك بس وأنت بتجاوب أنا الشوفير وبكفي. أنا الشوفير وبكفي. يا ابني قلتها وأنا فهمتها، لشو عم تعيدها؟ حاضر برضو. عندك أمراض وراثية عائلية؟ لا معفي. يعني أنت وصغير كم مرة سخنت؟ فكر وتذكر منيح وجاوبني. كم مرة سخنت؟ كم مرة سخنت؟ كم؟ أنا ما مذكر إني كنت صغير أساساً. أهلك بطفولتك طعموك؟ طعموني؟ يا حرام، كيف ما أتحرك يطعموني؟ كل هالموز يا ماما، كل هالتفاحة يا ماما، كل هالبطيخة يا ماما، بتصدق الأهل بعد بحب البطيخ؟ يا ابني، يا ابني أنا سألتك إذا طعموك مش طعموك. آه قصدك طعموك يعني لقحوك. لقحوا أولادكم لا ينفع الندم. أنا عم بسألك سؤال، مش عم بقلك غني. وبعدين السؤال هيدا من شغلي مش من شغلك. أنت بتجاوب بس. أهلك طيبين ولا ماتوا؟ مين قصدك بأهلي؟ لأنه أهلي كتار أنا. أهلك يعني أمك وأبوك بعدهم طيبين، هودي أهلك. وعماتي وخالاتي وإخوالي هدول مش أهلي؟ يا ابني أنا عم بسألك سؤال، عم بسألك عن أمك وأبوك وبس. بعدهم طيبين؟ أمي وأبوي لا الله يرحمهم ماتوا من زمان. بيك كيف مات؟ اختنق ومات. بشو اختنق؟ في جيراننا هونيك دائما بيشوا لحم مني، بيشوا نحن فوق منهم يعني بنشم الريحة. شو مرة عزبونا يا حرام، بي بحب اللحم، فبدل ما يحط فرمة حط ثلاثة، بده يعملها تهريب، عرفت كيف؟ ما حدا يشوفه، ما قدر يصرفهم، فرط اختنق مات. وامك؟ امي كانت نازلة على السوق يعني تعمل شوبينج، عرفت كيف؟ ضربتها سيارة ماتت. ترك هيدي فيها عدوى شيء؟ لا الحمد لله، كتر خيرك يا رب. طيب شي مرة بحياتك حسيت بعوارض غير طبيعية؟ بالزلازل، فيضانات، بحس بالفيضانات. يا ابني هيدي اسمها كوارث طبيعية، أنا عم بسألك عن العوارض الطبيعية، يعني الأمراض العائلية الوراثية. إيه مرات بصير هيك معي عطسات ورا بعض، يعني بعطي ورا بعض، عارف كيف؟ ترك هيدي فيها وراثي. ليش مين كان يعطس بعائلتكم؟ الله يرحمه جدي، شي كان مشهور بالعطس طبعه، كان عليك العطة وعطة تهز بناية. هو ما شاف دكتور؟ والله شاف دكاترة كتير، بس ما حدا صححه إلا ستة. وكيف صححته؟ قلت له ما تاخد عطوس، ما بتعطس، ومن يومتها ما أخد عطوس ولا عطس. دهلك الجد بيورث شي؟ ايه طبعا بيورث. الله يرحمه، ماتوا ما ورثنا شي. ليش؟ شو كان معه أمراض؟ كان معه مرض خطير جدا يا حرام، اسمه البخل، وحياتك 20 مهدي ما بطلع فرانك من ايده. طيب بس 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 خلاص خلاص. قرب لشوف. ها؟ عيونك كيف؟ 6/5. واسنانك؟ صفين لول وحياتك. يا سلام. عطوش لشوف. نعم؟ عم بقول لك عطوس سعول، عطوس سعول. طيب إذا واحد لا عنده عطسة ولا عنده سعال كيف بده يسعول؟ طيب أنت بحياتك شي مرة سعلت سعلة قوية؟ أعوذ بالله، أنا ما بسعل، ما أنا ضد السعلة. بلا بتذكر وقت اللي كنت صغير، مرة هيك الجيران كلهم صاروا يقولوا هذا معه شهوق، عني أنا. يا لطيف، شهوق؟ إيه شهوق. أخذوني عند الدكتور، فحصني، قال لهم ما تخافوا، هذا الولد بالع ليرة نقل. عرفت كيف؟ وسحب لي اياها. وكيف سحبها؟ جاب قطعة حديد هيك اسمها مغناطيس، بتعرفها؟ حطها على تمي هيك، قال لي افتح تمك، فتحت تمي وضربني على ظهري هيك وطلعوا ليرات نقل، ليرات نقل، ليرات نقل، اخواتي مسعاد، بتصدق طلع ساعة بعدها ماشي بوقتها؟ وقطيعها كل شيء تبلعه؟
ولو غيرنا ببلع البيضه وتقشيرتها استكتبت علينا كام ليره نجل بلاون وساعه وساعه حيط. ساعه حيط؟ لا يا قصدي ساعه جايبه. بس 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 هلكني تعطلي نفسي. سعاد لبين. سعاد اخيرا هيدي شكلها مش هيئتها اسمها سعاد، غيروا لها اسمها ليصير يلبق لها اكثر. شو بيلبق لها اسم؟ يعني سميها هيك داوود خرير وهيك عبد الله، شكلها مثل عبد الله. تأدب يا ولد، هيدي السكرتيره ولازم تحترمها. انسه عبد الله. مين عبد الله؟ البابا، البابا اسمه عبد الله، بس من كثر ما قلت له عبد الله عمل، عبد الله نزل، عبد الله طلع، عبد الله. اسمعي يا انسه عبد الله. انسه سعاد. اسمها سعاد ولو استاذ عصام. انسه سعاد بتعطي للاستاذ شو قلت لي اسمك؟ نعم شو قلت لي اسمك؟ اسمي انا؟ لكن اسمي انا. اسمي بوب. ها؟ اسمي اسمي ايه بوب. باب. شو؟ باب. لا شو بابا؟ بابا بحك على اسمي انا؟ لا عفوا بردون، يعني هذا اسم امي، امي كان اسمها سعاد، امي ولو. انسه سعاد. نعم. تعطيه عنوان الدكتور، خليه يمرق علي على بكره ويفحصوا فحص دقيق جدا ويبعث لي التقرير الي انا، مفهوم الي انا. حاضر. عن اذنك بيظهر الشغل معك متعب، وقفت لي قلبي. يا الله يا الله، انا نفس الشيء، الله يرحمه جدي هيك قال لي اخر كلمه ومات. يا لطيف. يا لطيف، خديه من هون، خديه من هون. تفضل قدامي لاعطيك عنوان الدكتور. بتعرف هو دكتور قلب؟ ليه؟ معك بالقلب؟ نو، لانه معي قلب زياده، فيني اقدم لك اياه. تفضل. حاضر، انا لازم امشي قدامك. ليه بقى؟ لانه بيقولوا وراء كل عظيم، امراه ماشي وراء. ياي عظيم. ابو خليل؟ نعم ستنا، نعم. ابو خليل؟ نعم. وين الشوفر الجديد؟ هلا كان عم بنبش السياره. ويمكن فيك لجوا. طيب شوف لي اذا بيقوطوا، عيطوا لانه تاخرت. حاضر. صباح الخير ستنا. صباح النور. ما توزيني تاخرت، كنت عم اقطف هالوردات مشان زين فيهم السياره. ليه شو عنا عروس؟ عروس؟ انت احلى عروس ستنا، شو بكي؟ طيب يلا تاخرنا، طلع. والوردات؟ ابو خليل. نعم. خذ الوردات وحطهم بالصالون. حاضر. حمالك عليهم، بس اوعك تفوت هذا الورد الاصفر على الصالون. ها اوعك. ليه؟ لانه ست الورد الاصفر يعني دليل الحسد والغيره، وانت انت ابعد الناس عن الحسد والغيره. تفضل. ملعون. يظهر انك شفت جريده اليوم وقريت فيها انه كاتبين لها ببرج الحمل اللون الاصفر لا يناسبك يا سيدتي. يا حربو يا كشتبنجي. طولتي، شغل بالي عليكي. لا بس الشوفير الجديد تعبني شوي لضليته على الطرقات. ان شاء الله يطلع شغيل وادمي. ان شاء الله. طلب لها فنجان قهوه لست. كيف تحبي تشربي قهوتك؟ وسط. تفضلي. حاضر. شكرا. شو عندنا جديد؟ اولا مبروك، اعلان المرطبات لسي علينا. وصلنا اليوم فاكس بنقوله لنحضر سولي وورد. واتصلت بالرسامين ليحضروا الرسومات؟ كل شيء صار جاهز. بتريدي مني شيء قبل ما اروح على مكتبي؟ وبالنسبة لحجز استوديو مشان عليهم بكرة؟ الاستوديو جاهز والستاف كمان. كمان؟ نعم. طيب بس هالمرة بدك تنبههم إذا في غلطة تكنيك وحدة مش رح سامحهم أبدا. حاضر.
تفضل. صباح الخير ستنا. صباح النور. تفضل. فوتي لهون وقولي له مش هون، قولي له انتحر، قولي له مات، قولي له ما بعرف، اوعى يجي لهون، فهمتي؟ ابن عمتي تقبرني. سلامة قلبك من الموت، سلامة قلبك عدوك ولا انت؟ شو جابك لهون؟ كيف شو جابك؟ جاي طمنك اني اشتغلت والسيارة يا حي معي تحت، بس شو سيارة يا ابن عمتي؟ شو سيارة؟ كل شيء فيها على التتش. ايه مبروك. شو مبروك؟ قوم لعمل لك كزورة فيها لتشوف حالك بابن خالك. بوب الله يرضى عليك، عندي شغل كثير ماني فاضي حك راسي. ولو لشو قريب نحن لكان؟ قل لي وين برعاك انا بحكي لك. شو لك يا بوب؟ هلكتني، عندي شغل عم بقول لك. ولو هيك بتحكي مع واحد جايب لك مشروع تصير فيه اكبر مليونير بالبلد؟ يصير مليونير انت وانا على قلبي مثل العسل. على كل الو يلا ما في حدا، منو هون؟ اوكي خلص. على كل انا عندي مبدا بالحياه انه يا بنصير اثنيننا مليونيريه يا بنضل اثنيننا عم نشحد. هيك لكن. هيك لكن شو؟ طيب شو هو هالمشروع؟ شو هو هالمشروع؟ طيب قلي اقعد لشوف. اقعد. ميرسي. قلي شو بتشرب؟ شو بتشرب؟ قهوة. سكر زيادة. بتشرب القهوة وبتمشي فورا. ولو حياتك فورا دغري. ايه. تفضل. مرحبا. ايه واحد قهوة لعندي إذا بتحب. لحظة. ما هو الله خليك شي صنش. ماشي جيب لي لبني أي شيء. إذا في لحمة أحسن. ميرسي. نعم. يلا خلصني قلي شو المشروع. شو مشروع؟ قلي هلا مش انت اللي بتكتب الابراج بالشريده؟ بكتب الابراج بجرايد كل البلد. بشرفها؟ ايه بس نحن غنينا، غنينا هنيني ولا ابن خالتك؟ يا بوب فهمني شو القصه قبل، شو غنينا؟ لك شو غنينا؟ هلا مش انت بتكتب الابراج؟ صح. خلص انا بدي اياك هيك لانه الست اللي انا بشتغل عندها بتموت بشيء اسمه ابراج. والله وحيدك انت؟ بس هي غير شكل عن كل الستات يعني، عرفت كيف؟ يعني إذا كتبوا لها بالأبراج بتصدق كل شيء بينكتب فيه، إذا كتبوا لها مثلا لا تخرج اليوم من المنزل وحياتك ما بتظهر ولو بتقبض ملايين الدولارات. لهالدرجة؟ لك شو لهالدرجة؟ أكثر ولو أكثر؟ يعني إذا كتبوا لها لا تأكلي طول النهار بتصوم، ما بتاكل وتضلها بدون أكل. إذا كتبوا لها مثلا لا تأكلي، لا تخرجي، لا تحبي، ما بتتجوز. ليش هي مش مجوزة؟ هي أرملة، بس شو أرملة؟ بعمر الورد، حلوة وذكية وبتفهم. حرام ما يتجوزها مشي سنتين يا حرام. وهي ترملت بتعرف كيف؟ ومن يومتها على الصدمة الظاهر قلبت معها قصة على حب الأبراج. فهمت. وأنت شو هدفك؟ أنا مشي، أنا مشي، أنا هدفي صير مليونير وعيش مثل ما عايش كل الناس. تصير مليونير هيك؟ إيه وأرتاح ورايحك مني. كيف؟ شو كيف؟ كيف بدك تصير مليونير؟ ما في هين بس فتح لي دينتك شوي. ايه طيب انت مش بتكتب الابراج؟ صح. كل يوم بالجريده عندك بتوجه لها ببرجها هي كم كلمه بقول لك اياهم انا حسب ما بشوف الجو. وهيك كلمه على كلمه، كلمه على كلمه، مين بيعرف يمكن تشوفني فتى الاحلام ومين بيعرف؟ مين بيعرف يمكن ينضرب على مخها وتتجوزها. وهيك بصير انا المليونير وانت ابن عمتي. ابن عمتك بس؟ ابن عمة المليونير، مليونير شو بيه غبي؟ ولو طيب ليك بوب؟ ايه هي من اي برج؟ هي من برج من هدول اللي بينطحوا. جدي بقول لك جدي الحمل، الحمل يا خروف. الحمل، ايه بس انتبه. شو؟ هيدا الحمل بيحب المظاهر كثير واناني بالحب ودائما بحب هو يكون القائد. مظبوط مرات بحسها هيك يعني تبقى قائد. بس قل لي انت هلا شو؟ شو؟ طمني شو؟ مثل المشروع اللي عم بقول لك عليه. شو؟ انا ما عندي مانع. بس دخيلك يا بوب، اوعى حدا يعرف بهالاتفاق تخرب لي بيتي. يا شو مجنون انا غبي مثلك انا؟ شغلي متلاقي راسي وراسك بالفلق ولو؟ طيب وامتى بدك نبلش؟ من اليوم عشية. هلا عشية انا بتلفلك وبقول لك كل شيء
صار معها اليوم بالنهار وانت بتكتبه حسب مزاجك. خلص وحية عينك بجمعتين ثلاثة يخليها تشوفك بعيونها غزال. بشرفك غزال غزال؟ توقي فعليك شو واطن نزلت من عيني. ليه؟ ليش انا شو انا؟ انت انجا قرد. قرد؟ الله يرحم امي. روح سأل امي شو كانت تقول عني. ايه ما القرد بعد امه غزال. غزال اسم الله علي. لا ما اظن يلا هلا بمشي. شو؟ خلص بدك شيء مني بعد؟ خلص بس ليك شو؟ يا ويلك يا بوب إذا تجوزت وغنيت وما فكرت فيي، يا ويلك شو بدي أعمل فيك؟ معقول؟ شو أنا بلا وفاء مثل غيري؟ مين بتقصد مثل غيرك؟ الواحد تحت باطه مصر اللي بتنهره. ولا أنا بقول لك يوم ألف لأنه معتزن شوي بعد شوية مصاريف. بلشنا بالدايم من هلا؟ ولو عم دايم منك قلوب بكره بنرجع لك يوم ملايين، خلصها بقى. عم بخيل عم شكحتي. يلا خلصني. تفضل. شو هاي شو هاي فرج. خلص بدك من 30,000 اوكي يلا ارفض. لك الله يساعد عمتي اللي تجوزت بيك، الله يساعدها. لك بالعكس لو ما عمتي تتجوز، لو ما عمتك تتجوز بيي ما كنت انا جيت ولا كنت تغنيت. هيك يلا ارفض خلص. الله يسعدك ويبعدك. ابن عمتي؟ نعم. اخبرني. وين كنت؟ رحت اشوف اذا كان سياره بدها زيت. الحمد لله طلع ولا بدها زيت ولا مي. اي مره ثانيه ما بتروح لمحل قبل ما تسال الست. مفهوم؟ مفهوم. وبتمشي على مهلك لانه الست ما بتحب الشوفير يمشي بسرعه. عفوا حضرتك شوفير القديم؟ لا انا المدير. المدير؟ نعم. فردون افتكرتك شوفير القديم. فردون فردون. انا بحكيك يا عشري ما تنسي بكره عنا سهره. عرفتي شو صار بغسان وسمع؟ هيدقني هيدقني اذا بخليك تسهر معها بعد اليوم يا خلعوص. يا على عيونك على الضحكه مثل زوج البقره الضاحكه. سوق على مهلك. شو فهمت؟ شوفير بلا ذوق. برج الحب ستنا؟ هيدا اللي حكي معي هلا وقال لي انا المدير. شو اسمه؟ فؤاد. فؤاد هلا تذكرت. ليش بتعرفه؟ لا ما بعرفه بس انا بعرف عنه. وشو بتعرف عنه؟ يعني بعرف انه كان خاطب نص بنات البلد وكل اللي خطبهم رجعوا له المحبس بعد جمعه ويدشروا. وليش يدشروا بعد جمعه؟ يا رب دخيلك سامحني، يعني الموضوع بهمه وانا مجبور الا لانه انا بشتغل عنده. ما تاخذني. شوف ستنا بصراحه هيدا فؤاد مثل الواوي، عرفتي كيف؟ انا بعرف جماعه كان خاطب بنتهم وتشتروا لما عرفوا فايت مشان المصاري. ايه وانت منين عرفت؟ في شوفير صاحبي كان يشتغل عندهم وانت ما بتعرف يعني الاصدقاء بيحكوا لبعض. ومين هن هالجماعه؟ ما تاخذني ما حاحكي عنهم، ما حقول اسمهم. عرفتي كيف؟ ما حلو لانه حرام واحد يحكي عنهم، حرام. على كل حال ميرسي، واعتبر نفسك ما قلت لي شيء. انا ما قلت شيء لسا، انا شو قلت؟ اساسا انا ما بحب احكي عن الناس ابدا. تفضلي ستنا. يلا فوت انت تفضل مع المهندسين بالمطبخ. حرام بلكي اكلتهم على قدهم. لا خير الله كثير. طيب الله معك. الله معك ستنا. الو الو الله يخليكي، ممكن احكي مع فادي؟ الو فادي اسمع، اول خبر لبرج الحمل مكتوب عندك اياك بالخروج ليلا والسهر مع من تظنينه المدير وهو في الواقع رجل خطير. ايه ايه اسمع اسمع حط لي ملاحظه، سعادتك مع رجل بسيط. ايه فهمت يا بسيط. خلص فهمت. ايه ليك بوب، مين عاده بيجيب للجريده كل يوم على بكره؟ كيف؟ ايه انا حجب له الجريده لانه بيظهر الشوفير اللي كان قبلي كان هيك معوده.
اوكي الله معك. وين بك تروحي يا حمل؟ لك اخرتك بمسطخ قلبي. حضرتك من برج الحمل؟ كيف عرفت؟ لأنه شكلك بيشبه الحمل. مهما حصل